اليوم أعلنت حرم سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأميرة سارة بنت مشهور رئيسة مجلس إدارة علمي عن خطط إطلاق مركز علمي لاكتشاف العلوم والابتكار والمقرر افتتاحه في عام 2025 ليكون مركزا غير ربحي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض. تعرفي من الجميل وهذا يعني مؤشر يا رؤى على اهتمامنا انه العلم اول. احنا قاعدين من امبارح نتكلم عن رياده سعوديه علميه في كثير من التخصصات وكثير فيها في المجالات، واعلان مثل هذا الاعلان ويعلن من حرم سمو ولي العهد الاميره ساره اكيد، فهذا يعطيك مؤشر كبير جدا على انه اولويه التقدم عندنا في استراتيجيتنا في السعوديه الاستراتيجيه الوطنيه هو العلم. صحيح، اذا نبارك الجهود اللي طبعا بتقوم بها سمو الاميره ساره بنت مشهور، طبعا وإن دل وأكد على أهمية دعم الجيل القادم، جيل الشباب من ناحية الابتكار والإبداع وغيرها. خلينا كمان